بعث صاحب السمو الملكيه الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقيه تهنئه الى اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكه العربيه السعوديه وذلك بمناسبه اليوم الوطني للمملكه الشقيقه. أعرب فيها سموه عن أطيب تهانيه وأمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة مماثلة الى اخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكه العربيه السعوديه وذلك بمناسبه ذكرى اليوم الوطني للمملكه الشقيقه عبر سموه فيها عن صادق تهانيه وتمنياته له بمنفور الصحه والسعاده ولشعب المملكه العربيه السعوديه الشقيق بالمزيد من التقدم والرقي